بالأمس حفيت بالضعاين 70 صندي كلهم ضواري والحرايب عندهم والله متنام وسبيهم ويدي فوق كل حدث المخلوق في خدري وجلال يتحدث بخدري الذي ما صار مثل رماح العوالي لحد صيوان تظلم يا وتال اصبحت عقب الجلال اخواني وجارت علي الليالي راحت اخواني وجارت علي الليالي ويا جارت ليالي الدغر وتلافت علي وسوت غدرها وياي برض الغاضرية شتتت شملي وعمد بيتي انقشع فيا صباح بيت حسين ناموس ودلالي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الأمور الدينية أو الاجتماعية أو العقائدية ما تأتي وليدة اليوم أو وليدة الصدفة. الخلق بأكمله لما الله خلقه زين لما خلقه خلقه لغاية، تارة هذه الغايات تشير إليها كتب الأديان كتب السماء، وتارة تشير إليها الأفكار العقول من المتعقلين، سواء يكونون مطابقين لأقوالهم بالسماء وسواء لا والله ما يكونون. لهذا القرآن الكريم اللي حير العالم بأكمله من جميع الجهات. وذيك المرة أنا ذكرت قضية وقلت لك اللغة العربية على ما يذكر الدكتور بال رحمة الله عليه يقول مفرداتها تختلف عن مفردات جميع اللغات وتضاعف جميع لغات العالم بأضعاف كثيرة، حيث أنها يبلغ العدد بمفردات اللغة العربية أكثر من 40 مليون. قلت لك لما تجي لعد اللغة الإنجليزية مثلا يقول لك من 40 إلى 60 65 مفردة موجودة تحقيقها، واللغات الأخرى تشترك من 4 ملايين إلى 6 ملايين وشيء بالمفردات. زين هاي اللغة العربية ماذا تدل أو ماذا تقتنص في هذا البعض؟ يعني هل أكو مثلا شدة وتراخي بينها وبين اللغات الأخرى أو يقول لك لا لأنها لغة الحب ولأنها بالفعل لغة البغض ولأنها بالفعل تكون لغة الصوت لغة الصورة لغة الطبيعة لغة الطب لغة الهندسة؟ يعني أكو أشياء فيها الإنسان لما يجي لعد اللغة يشوف. لهذا الاختيار الذي اختير به النبي محمد صلى الله عليه وسلم
خصص بالخاتمية في جميع شيء يختم على جميع الأشياء، يكون لا يفوق شيء حتى باللغة التي يتكلمها. زين، لهذا أنت لما تجي لبعض اللغات مثلا أو تطلع على بعض القواميس تشوف مثلا بحث مخلي لك بحث في الترخيم، بحث مثلا في أسماء الأصوات، بحث مثلا يسمي اسم الفعل. زين، أنا أجل عن صرصرة الماء أو الشخرار اللي يكون مثلا أو الخشخشة التي تنتج من سير الهواء بالنبات عندها تأثير عجيب، بحيث اللغة العربية ما يجيب لك جملة الهوى، يقول لك اسمع كذا شيء، اسمع صرير الماء، اسمع هندسة الشيء، اسمع هندسة السيوف، اسمع في أشياء، بحيث هو ينطيها من نفس الفعلية. ونزل هذه اللغة لما تكون بهذا الإكمال، إذن تتدخل في أشياء عجيبة غريبة. وذكرت لك كلمة الله طبيا وفي علم التشريع يقول لك هي لفظة الله، وبعض يقول على ذكر الله تطمئن القلوب، يقولوا ليش تروح وتقول ما هو ذكر الله ويصير عليه اختلاف روائي أنه هي الصلاة على محمد وأن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما تجل عند الفقهاء يمنعونك أنه تدخل على واحد مسيحي وتعلم الصلاة، يقول لك حرم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقرأ عليه الصلاة على محمد. ليش؟ لأنه شرط الله، شرط إلهي فيه، أمور بديهية يعني، أمور بسيطة. ليش؟ لأنه الشيء اللي عندنا إياه لا نعرفه حتى، يعني من عدم المعرفة به جهلنا. لهذا شوية خلينا ندخل في أبواب وفي أمور في هذا البيت الذي يمعن لنا هذه الكلمات أو يترأس بهذه اللغة الكاملة. وترى القرآن بداية ما يعطيهم وبداية ما يكون أجر محمد صلى الله عليه وسلم على رسالته، يقول لك المودة لذي قربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لما تجي لعد المودة في القربة، من هم القربة؟ ولمن تجب المودة؟ لعد 10 اللي ظلوا أو 7 نفرات اللي ظلوا مع أمير المؤمنين، يو كل واحد يدعي أنه يسير بتاريخ ويسير بسيرة النبي ويسير ب. لهذا ما نأتي إلى وادي المعرفة إلى أهل البيت عليهم السلام وطولب بهم، وبعض العرفاء عندهم كلمات جدا ثقيلة يعني مو بالهين، بالأدعية اللي موجودة عندنا في مكارم الأخلاق وغيرها، زين، لا فرق بينهم وبينك، الإمام الصادق عليه السلام لا فرق بينهم، يعني دول على محمد بينك أنت الله ما أقوى، بس تقول أجي لك كفر الشيخ، وهي الأيام فتاوى الكفر بسرعة تجي من كل مكان. لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، لو مو قايل هاي عبادك طلعت لها ألف فانتزل. لكنما ربطها الإمام الصادق يقول لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. شنو هاي المعاني؟ هاي المعاني اللي تحير العالم. والإنسان اليوم بعد موش ما عارف إيش حامل برأسه، ما عارف إيش حامل بصدره، قلبه يوجعاية، صارت عنده جلطة، صارت عنده سكتة وخلاص. لكن هذا القلب منين جت؟ هذه صار عمى ما يشوف. عم ليش؟ وهذه انت من البترول عندك في التشريع يقول لك العين عندها قابلية 50,000 سنة تشوف بيها. في اشياء عجيبة غريبة. الانابيب اللي
تاخذ الضوء لعند العين، مو واحد واثنين، مو 10 و20 حتى راسا تبترها وتعطيها مثلا شيء وتروح، يعدونها بالملايين، بالثلاث ملايين وشيء. شلون بعد هذا مو طالع من القماط مثل ما يقولون، روح للطب قال لك حط عوينات، حط لنا نظاره. زين القلب عنده قابليه يضخ الدم 10,000 سنه، شو ماكو بعدنا صغار شويه بس حكيت قال لك قلبي يرجع. منين هاي تجي؟ وين المراعاة الطبيعية اللي الله مخليها ومودعها؟ لهذا لما ما نعرف الأشياء حتى في أجسامنا يصير عندنا جهل المواضيع بسرعة وبأمور عجيبة غريبة. فالمعرفة بكل شيء تحتاج بداية، تحتاج في عندنا حديث أو رواية: من عرف نفسه فقد عرف ربه. في روايات عندنا: من عرفنا فقد عرف الله. منين تجي هاي المعرفة؟ منين تجي هذا التكامل؟ منين يجي حتى الإنسان يثق من نفسه أنه والله وصل لعدها الطريقة هذه؟ المعرفة معرفة أهل البيت، معرفة القرآن، معرفة التوحيد تحتاج إلى أمرين، وبعض الأحيان إحنا ما ندقق بهن. لأن موجودات في فروع الدين، من شرائط فروع الدين التولي والتبري. التبري يعبرون عنه بالتخلية، يعبرون الفلاسفة يقولون التبري هو الإفصاح عن التربة التي يبذر بها الزرع. إذا أنت ما عندك تربة نظيفة، ما عندك جسم نظيف، ما عندك روح طاهرة، ما عندك أرضية لعد هذه النباتات اللي عندك حتى تبذرها، فلا تدوخ حالك. يعني هسه إذا يجيك واحد وهذه يقولون ما تريد تخصص عالي، يعني نعم أكو بعض الأشياء شوي تحتاج أنه الإنسان يسأل خبير بالتربة، يسأل خبير، بس بعض الأحيان لا، الأرض موجودة ويشوف فيها العشب موجود، يشيل الأعشاب يحرث ويزرع. بعض الأحيان لا، يجيبون على جبل من الصخور يقولون له ازرع، وين ازرع؟ فنفس الشيء، نفس الإنسان عنده تكوينات خاصة، القلب الإنسان عنده تكوين خاص، وحينما يبدأ، حينما يشوف احنا المشكلة اللي عندنا، يعني شكرا مع الكلام هم طويل وعريض ومتداخل، الإنسان ما يقدر يمشي منه. الإنسان لما يولد يقولون يولد معصوماً، جهزين هاي العصمة وين تروح؟ وسأنا أشوف هذا الطفل إلى الآن لما ولد لعد سنتين ثلاثة هذا معصوم. أول شيء يبدأ بالكذب باللسان، ليش؟ لأنه قوة الخيال فارغة، ما يعطى بعلم التربية. الطفل يقولون خير الأمهات من قصت القصص لطفلها فينام على قصصها. اكتشفوا الآن أنه خير القصص، خير ما تكون بالقصة هي القصص القرآنية أو الكتب السماوية. إحنا كمسلمين نروح للقرآن الكريم، زين، تعطي نشاط عجيب غريب لعد الإنسان القصة. زين كان ليش الإنسان يتبدل؟ الناس لما يجون لعد الدنيا يحرصون حتى يصلون إلى درجة العصمة. شهذا الإنسان يولد معصوم، ما يصير غير معصوم. يقول لي أنه العصمة على أقسام. إحنا أولا خلينا نقول العصمة من أي شيء. يقولون العصمة من الخطأ ومن الخطيئة. والإنسان إذا يعصم نفسه من الخطيئة، الخطأ سهل، الخطأ ما يعقب عليه، الخطأ ممكن يجي حتى بالدرجات العلمية للإفتاء، الفتوى الشرعية. وعندنا إحنا يقولون المخطئة للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. الإنسان لما يأتي إلى العصمة يقول لك أنت حافظ على بيتك، حافظ على شخصيتك، حافظ على أمرك،
أنه لا تعتمد الخطيئة، وإلا الأمور الخطائية لا أنت تعرفها. سليم إذا رأسك يوجعك،